حسام وكلمة حسن مهمة. خدك في وقت يعني كنت ساعات بتلعب ساعات ما بتلعبش وكنا مبسوطين الحقيقة. وانا من عارف ان حسام بيحب ستايلك وبيحب طريقتك وانت كنت مبسوط. انا جد. انا بفهمك وبعرفك كويس يعني، لان انت من اللعيبه المحببين ليا وانت عارف ده كويس يعني. ده انا بتكلم كده. وبعدين ما خدكش كابتن حسام، وانا عارف علاقتك بيه كويسه جدا. يعني. طبعا جدا طبعا. كلمك قال لك حاجه حصل لا حوار؟ لا لا ما فيش اي حاجه يعني كواليس انه خدك وكواليس انه والله يا كابتن ما اعرف اي حاجه ما تعرفش. يعني. انا حتى حاولت اعرف، عرفت ان السبب اللي انا بشارك قليل، ايوه. فحتى لما طلعت وحدك قلت خلاص لا يعني مفيش، هو الراجل صاحب القرار وهو المدرب، هو اللي يقول مين يجي ومين ما يجيش. وفي كلتا الحالتين سواء انا جيت او ما جيتش انا مش ما عنديش تعليق يعني. ما بقى عندنا بطولة أمم أفريقية، عندنا كأس عالم، بطولة الأمم وصلنا وإن شاء الله بوعدك هنوصل كأس عالم. إن شاء الله. هتعمل إيه عشان تبقى موجود في ال 25 ال 26 ال 23 أيًا كان العدد اللي موجود، سواء في البطولة دي أو البطولة دي؟ لأنه رغم مجدك مع النادي لكنه أنت كمان عايز تعمل مجد مع المنتخب الوطني، وانت صح. انت اصلا مجدي فلازم تعمل مجد يعني. بتفكر ازاي؟ ده مهم قوي. لا والله هعمل، انا عرفت ان نسبه مشاركته القليله فهي اللي مش بتوديني وكده، نعم. لكن انا بشارك يعني، بشارك ودايما بلعب والحمد لله مؤثر. لا مؤثر. فدي مهمه. مش ممكن ما العب 90 دقيقه وما بقاش كويس، لكن صحيح. لما العب وقت قليل ربنا يكرمني يعني. مثلا انا لعبت مع المنتخب مع كابتن حسام البدري، انا لاعب 20 ماتش تقريبا، 21 بس انت تستاهل 80 ماتش. انا مشارك في 10 تجوان يعني، 5 اسيست و5 تجوان نعم في 10 ماتشات، 5 اسيست و5 تجوان خمس مع تجوان المنتخب في 20 ماتش في تقريبا. بينالتي باين في انجولا او الجون الحلو ده، جون حلو قوي ده في ده في كينيا، ده في الجون الجابون الجميل ده. تقريبا في بينالتي ماتش في تصفيات افريقيا في مش كده؟ بلينين، واحد في البطوله العربيه في قطر، وواحد في واحد ست هنا برج العرب، مش كده؟ كان تصفيات كاس العالم، ده كان ماتش صعب كسبنا بيه، كسبنا 2-1. 2-1 كسبنا بيه، جبت انا جون ساعتها وصنعت جول لصلاح. ساعتها بس يعني حاسس انك مش واخد حقك على المستوى الدولي. مش عارف ايه وجهة النظر، لكن لكن بحترمها يعني. طبعا يعني انا حتى مثلا لو انا بديل في النادي مثلا او بنزل زي ما قلت لحضرتك، بديل مؤثر. ما دي ممكن ابقى في المنتخب مثلا لو الكابتن حسام شايف كده، بس هو طبعا وجهة نظره وانا بحترمها جدا وما عنديش وانت اي بتحبه تعليق. حسام؟ جدا طبعا كابتن حسام، انا بصراحة الشخص انا علاقتي بيه كويسه، هو الكابتن ابراهيم بصراحه. فما عنديش اي تعليق، ولا رحت او ما رحتش ما عنديش. عمرنا ما قرنا لك حاجه لا مستحيل فيها انتقاد او هجوم، بالعكس دايما اشاده بال بس فهو الكابتن بالمنتخب. في الاول وفي الاخر حقه، هو صاحب القرار لان هو المسؤول، هو اللي في ده الاخر 13 لعيب، فرصه ل 13 لعيب جديد لعبوا في المنتخب بالظبط. يعني ما شاء الله، خالد صبحي ورائم ناس كتيرة ومحمد ربيعه واحمد عيد ومصطفى شوبير واسماء كتيره ناس جدا كتير. ما شاء الله، واوفا وكتير جدا من اللعيبه الحقيقه هو يستحقوا اكيد التحيه. اكيد ربنا شايل لي في وقت معين وفي مؤكد شيء، لكن انا مؤكد هتعب وهشتغل اكتر عشان ابقى اكيد موجود يعني. اكيد نعم.